الكابتن حسن شحاته، لك ان تتخيل انه امبي هذا الموسم في اخر جدول الدوري. برضو مش كل حاجه بيتبني عليها بالشكل ده. يعني ايه مش كل حاجه بيتبني عليها؟ الواقع بيقول انه امبي في المركز الاخير، الواقع بيقول انه معاه 24، انه معاه 21 نقطه، بس الواقع برضو بيقول لك انه 3 نقاط ممكن ينططوه مركزين، والواقع بيقول لك كمان انه الجيم كله هيبقى ما بين الخمس ست سبع فرق اللي موجوده جنب بعض في الدوري، كل واحد هيخطف من التاني. المصري بالحاله اللي معموله بالقصه بالتفاصيل اللي موجوده فيها، انا معايا على التليفون، قولوا لي يا شباب مين معانا؟ شباب كابتن حمد ابراهيم. يا كابتن حمد اهلا وسهلا بيك، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن ابراهيم. مبروك مبروك يا كابتن حمد، اخبار حضرتك ايه؟ حبيبي الله يبارك فيك، والله وحشني جدا، والله الحمد لله نعمه وفضل من ربنا الحمد لله. طفره مهمه جدا الحقيقه، تغيير كبير، تغيير جلد لفرقه النادي المصري. عارف ان الامر اخذ منكم وقت، ولكن اعتقد انه بدا النادي المصري يجني ثمار الاستقرار الحاصل. يمكن الناس ليها شويه اسئله هندردش فيها مع بعض، ولكن ببارك لك على المركز وعلى الفوز النهارده على طلائع الجيش يا كابتن حمد. الله يخليك يا كابتن، والله الحمد لله فضل من ربنا علينا. المباراه كانت مهمه جدا النهارده وتحطنا في مركز مهم جدا، احنا كنا محتاجين الوضع دوت ان احنا نستقر عليه عشان اللعيبه ترتاح نفسيا شويه، تقدر تشتغل بصوره فيها اريحيه، وده اللي احنا كنا بنقول للعيبه ان احنا عايزين نكسب مباريات كتيره ورا بعض وثلاثه بونت على طول، بحيث ان انت تحط نفسك في مكان تبقى انت بتشتغل وانت مرتاح. الحمد لله رب العالمين، لعيبه فعلا لعيبه رجاله ولعيبه محترمه جدا، اشتغلوا بشكل محترم جدا، وده اللي احنا يعني بنتكلم فيه على طول يا كابتن ابراهيم الحمد لله. طب خليني اسالك النهارده على طرد اوموتو، يعني هل اثر معاكم ولا لا؟ لانه شفنا فرقه طلائع الجيش ضغطت جامد النهارده برضو، كانت عايزه تتعادل اكيد وتخطف نقطه من اللقاء. اكيد طبعا، انت عارف الفرقه لما بتخسر واحد من اللعيبه بيحصل هزه بسيطه، وده اللي حصل معانا. طبعا فرقه الجيش فرقه من الفرق المحترمه، ما كانش عندها امل غير ان هي لازم تضغط يا كابتن ابراهيم عشان عايزه تاخد بونت او ان هي تاخد الثلاثه بونت، وده اللي حصل في الاخر. لكن الحمد لله انت عارف تنظيم دفاعي مهم جدا كنا شغالين بيه، وما يعني حتى الحاجات اللي جت علينا يعني فرصه او اتنين في الاخر، لكن مش فرص مؤكده 100%، هي واحده بس اللي في الاخر لنادي الجيش. لكن في الاول وفي الاخر كنا عاملين تنظيم كويس، واللعيبه لما كانت تاخد الكره بتعمل استحواذ كنا بنعمل فرص كويسه. لكن برضو ده حاجه مهمه جدا ان انت تبقى ناقص لعيب وتقدر تحافظ على المكسب بتاعك، يعني حاجه كويسه يا كابتن ابراهيم. طب ده شيء عظيم. خليني بقى اسال حضرتك في جزئيه ليها علاقه بعمليه التدوير. الناس بتقول كل مره النادي المصري بيعتمد على اكتر من لعيب بيدخلهم وعناصر تانية بتخرج، ايه الهدف من ده؟ وهل مش خايفين قلقانين شويه من فكره انه ملامح الفرقه مع الماتشات تختفي شويه، ولا انتم مركزين قوي في جزئيه التدوير على اساس ما يبقاش فيه اجهاد مع ضغط المباريات؟ احنا لو عندنا شك 1% يا كابتن ابراهيم مش هنعمل التدوير دوت. احنا بنشيل اللعيب وبنحط، احنا النهارده ثلاثه جايين من بره التشكيل اشتغلوا النهارده، وزياده عليهم اسلام عيسى، بس اسلام خد اخر مباراه شويه جزء بسيط في المباراه، والنهارده بقينا اربعه يعني. لكن احنا ما عندناش اي هزه في الكلام دوت، وده الشغل الكابتن ايهاب دايما بيشتغل عليه، ان هو بيجهز كل فرقته، لان دايما هو بيعتمد على قائمه 30 لعيب. لو ال 30 لعيب ما قدرناش نشتغل بيهم فتره الموسم كله، مع ان انت بتلعب كل 3 ايام مباراه واربع ايام مباراه، والنادي المصري اصلا نفسيا كان مضغوط لان احنا كنا في مركز متاخر، فانت عندك ضغوط نفسيه كمان ان اللعيبه عايزه تخرج من الوضع اللي هي فيه، فمش هنقدر نعمل الكلام ده. لكن الحمد لله تجهيز اللعيبه بشكل كويس، اللعيبه نفسها عندها الرغبه، الحمد لله اللعيبه مدينا مساحه كابتن ابراهيم ان هو ما فيش حد بيزعل، ما فيش حد بيبقى متضايق، حتى اللي بيزعل بيبقى عارف ان ده الوضع القائم، ان اي حد بيتشال واي حد بيتحط، ما بقناش بنعتمد على فرد او اثنين في الفرقه او اسم او اثنين يا كابتن. فهو ده الحاجه المهمه بالنسبه لنا. صحيح، 10 ماتشات يا كابتن حمد مع النادي المصري مع هذا الجهاز المحترم، 6 مكسب و3 تعادل وهزيمه وحيده، بتقيم الموضوع ازاي من وجهه نظرك؟ لا بالنسبه لنا طبعا حاجه كويسه جدا، ولسه برضه كابتن ابراهيم ده اللي بنتكلم فيه مع اللعيبه، ان انت تاخد 6 مباريات مكسب ورا بعض، ودي حاجه كويسه. لكن بالنسبه لنا ده ما انت عارف ما يعني مش هو ده الطموح بتاعنا، احنا عايزين نفضل في ان احنا نضغط على الناس اللي فوق، مع ان المقاصه بيجري معانا، وطبعا انت عارف المقاصه فرقه من الفرق المحترمه جدا، مع الانتاج الحربي، مع يعني الفرق جايه ورانا، فاحنا عايزين نكسب عشان نروح في الحته اللي احنا قلنا عليها للعيبه.
ايه هي المكان ده يا كابتن ابراهيم؟ احنا لسه مش عارفين، يمكن انا قلت لك قبل كده احنا مش عارفين، لكن احنا عايزين نكسب بس، وده اللي احنا بنعود اللعيبه عليه مع نفسيا ازاي توصل للمكان اللي انت عايزه وتضغط على الفرق، دي حاجه مهمه جدا واللعيبه بتعملها بشكل كويس الحمد لله يا رب العالمين. كل التمنيات بالتوفيق ليكم ان شاء الله باذن الله. كابتن حمد بشكرك شكرا جزيلا، مساءك زي الفل. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي المصري. انا قلت لكم كده النتائج وقلت لكم التفاصيل بالكامل. عايزين فاصل ولا ندخل على اخبار النادي الاهلي؟ فاصل. طيب خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل لنا كواليس واخبار مهمه جدا من داخل النادي الاهلي.